حضراتكم سمعتوا كلمة أو مقتطف من كلمة فخامة الرئيس النهاردة في احتفالية عيد الشرطة بالعيد 71 للشرطة المصرية. وطبعا الكل سقف لأنه الرئيس بيقول أنه قريب جدا هنحتفل في العريش سكتة وبعدين ورفح والشيخ زويد، فكله انبهر حقيقي. يعني ما جاش على بالنا انه في وقت من الاوقات هيبقى في احتفاليه كبيره يعني مش عارف اسميها ايه، نسميها التحرير الثاني لسينا ولا نسميها ايه، بعد ما كان هذا الجزء الغالي جدا في شمال سينا تحديدا للاسف بتعبث بيه او بيعبث بيه الارهاب انه يتحرر من هذه اليد الغاشمه الظالمه السوداء، وانه يعاد بناؤه، لا مش يعاد بناؤه، انه يبقى اجمل بكتير مما سبق، بكتير احلى، اقوى على كل الاصعده، اقوى اقتصاديا، اقوى اجتماعيا، امن، يعني طول الوقت فعلا افضل بكتير. وانه كمان هنروح ونحتفل، مش عارف ليه حاسس انه ده ممكن يبقى على 25 ابريل كده مع احتفالات عيد سينا. يا سلام، تبقى اشاره والله مجرد احساس، والله العظيم مش عايز اقول لك، اصل انت عارف تلاقي حد قال لك ابدا، يعني كلنا زي ما تقول كده احنا قاعدين سمعنا فوجئنا بكلام الرئيس وكانت المفاجاه الساره. فهيبقى جميل جدا لو انه هيبقى الاحتفال يعني فعلا يوم 25 لو اتظبطت كده، يا سلام. بس هو 25 ده هيبقى في العيد الصغير صح؟ اعتقد ذلك. طب خلوني تعليقا على حفل اليوم، لا مش حفل، تعليقا على عيد اليوم بالمناسبة، هذه الاحتفالية الكبرى والعظيمة. معانا على التليفون صديقي العزيز، أخويا بصراحة، الكاتب الصحفي المحترم الأستاذ أحمد الخطيب، رئيس تحرير الوطن. أهلا 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 أستاذ يوسف، مساء الخير وكل سنة طيب. ازيك يا أستاذ أحمد؟ بشكرك على المقدمة الجميلة، أنا بشرف إن أنا صديقك، يعني ده شرف عظيم لي. لا أنا قلت أخويا كمان بالمناسبة. وأخ والله، أنت أعلم يعني. حبيبي يا أبو حميد، ربنا يخليك يا رب. أحمد، أولاً كما جرت العادة عنوان الوطن هو واحد من أجمل وأروع وأبدع العناوين. وده حقيقي يعني. وخليني هنا هسألك، أنا يمكن في مقدمة الحلقة كان لافت لنظري جداً، كنت بقول إنها لفت نظري النهاردة، إنه أول مرة أسمع أو أقرأ أو أشوف أو أشهد رئيس يبرر أمام شعبه لماذا عمل بجد وكد واجتهاد وصبر وصل إلى نضال علشان خاطر هذا الوطن. إحنا كنا نسمع أو نقرأ أن الرؤساء والزعماء يبرروا لشعوبهم ليه ما اشتغلوش، وده كان بالنسبة لي غريب جدا. إيه الأكتر حاجة لفتت نظر الكاتب وما بين قوسين بقى هنا ورئيس التحرير احمد الخطيب؟ تحياتي ليك استاذ يوسف اولا، للساده المشاهدين. انا في تقديري ان مشاعر الاحساس اللي بيتحدث بها الرئيس بصدق في مثل هذه المناسبات، خلي بالك يا استاذ يوسف، الاحداث او الاحتفالات اللي بيكون فيها حواليها تضحيه دايما بتمس الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح، بتجد الاحساس فيها عالي، والمصداقيه طبعا موجوده طول الوقت، وده طبعا يعني ده معروف عن الرئيس عبد الفتاح طول الوقت منذ ان تولى سده السلطه. لكن هو بيقف كثيرا عندما تعرض عليه تضحيات الشرطه المصريه من المؤسسات الكبرى مع القوات المسلحه اللي هي ضحت ودفعت ثمن كبير جدا من اجل ان يستقر هذا البلد استقرارا يعني يحسده عليه الجميع، وانا اعني ما اعني الكلمه. صح. مصر تقع في اقليم مضطرب للغايه لا يكف عن الاضطراب منذ 15 عام. الشرق الاوسط يا استاذ يوسف منذ احداث 2001 تفجير البرجين ولا يكف عن الاضطراب، بدات شعله الاضطراب الامني والسياسي والاجتماعي بلغ حد الفوضى منذ 2000، منذ 23 سنه. صح. يعني دايما نقول، انا بقول كتر خير الاجهزه الامنيه اللي موجوده في هذا الاقليم منذ ان فجر
التنظيم القاعدة البرجين في الولايات المتحدة الأمريكية. أيوه. والقوات الأمنية، الأجهزة الأمنية والجيوش في منطقة الشرق الأوسط في حالة اضطراب شديدة بلغت ذروتها في 2011 و2012 عندما اندلعت الثورات في البلدان، بعض البلدان العربية. أيوه. وأتت على الأنظمة ودخلت بعض البلدان في فوضى لم تعد منها حتى الآن. جرى ما جرى على القاهرة على مصر، إلا أن مصر نجحت، وده كان عنوان كبير للنهاردة في الاحتفال بعيد الشرطة، أنه مصر المؤسسات الدولة نجحت في أن تقف على قدمين ثابتتين في أكثر إقليم اضطرابا في العالم. ده بالضرورة يشاور على طول على دور المؤسسات الأمنية، لأن هي المعنية بالدرجة الأولى في موجة الفوضى، سواء كانت قوات مسلحة أو شرطة أو جهات مؤسسات معاونة مثل القضاء، مثل الإعلام أو ما شابه. لكن صحيح. المواجهات السلاح هي أعنف المواجهات، ودفعت فيها الدولة المصرية ثمنا كبيرا، هي محل تقدير وثناء عظيم من الدولة المصرية في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يتحدث عن ذلك، ولذلك تجد حديثه كل شجون عندما يتذكر أهل الشهداء، وهو الرئيس الوحيد حتى اليوم. لو خدت بالك يا أستاذ يوسف، يجي عيد من الأعياد ما بيروحش الصبح يعيد مع أولاده، يروح يجيب أولاد الشهداء ويعيد معه، بيقول للشهداء وذويهم الدولة لن تنساكم وأنتم في قبوركم، ولن تنسى ذويكم اللي هم فلذات أكبادكم. اليوم النهاردة عندما نتحدث في عيد الشرطة نتحدث عن تضحية كبيرة للشرطة المصرية قامت بها وتقوم ولا زالت تقوم بها، لأن مواجهة الإرهاب المباشرة يا أستاذ يوسف لم تنتهي بعد، يعني لم ننتصر بعد على الإرهاب. الإرهاب عملية شاقة طويلة، يعني لك أن تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم منذ أن دخلت في حرب مباشرة مع الإرهاب حتى اليوم لم تنتهي منها. هم عملوا إيه في أفغانستان؟ ولا حاجة، فروا هاربين في النهاية. بالضبط. البلدان التي يعني حاولوا ان هم يسيطروا عليها وحاولوا انتشر فيها التنظيمات الجهاديه وتنظيمات القاعده والشبه لم ينجح فيها، لكن انت في مصر نجحت نجاح كبير في القضاء على الارهاب في سيناء مثلا، ودي كانت اشاره من الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث وقال انه احنا الان مسيطرين سيطره كامله، ولا يوجد مكان في مصر لا توجد للدولة سيطرة عليه أو يوجد حتى مجرد نزاع عليه، وحتى أشار إلى وقعة الطائرة الشهيرة. وده اعترف منه، ده اعترف دولة بتعترف بتقول إحنا كان عندنا مشكلة، لكن أنا بقول دلوقتي إن عندي ما عنديش مشكلة، أنا حليت، لأنه بضرورة الزمن بطبع الزمن مصر نجحت إن هي تقف على قدمين ثابتتين. وسبق لي وتحدث اليوم النهاردة وأشار الرئيس إلى إنه هو بيحارب في الإرهاب برضو عنده حرب التنمية بيبني، ودي إشارة على فكرة هو أشار إليها سيادة الرئيس قبل كده وأشار إليها النهاردة أنه كان يستطيع. بالمناسبة حصل قبل كده يا أستاذ يوسف، قبل كده كان الرئيس مبارك لما دخل في معركة في التسعينيات مع الإرهاب بعد مقتل الرئيس الشهيد السادات، ودخلت الجماعات الإسلامية في حرب مباشرة كبيرة مع الدولة المصرية في عهد الرئيس مبارك، توقفت التنمية بالمناسبة، يعني كل حاجة وقفت. توقفت وكل الأمور جرت لصالح محاربة الإرهاب، هو طبعا مضبوط صحيح. الفارق بين هذه المعركة وإن كانت هي الأشرف والأكبر في تاريخ مصر مع الإرهاب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه كان في الفعل يد تحارب الإرهاب ويد تبني، وكان يقدر يستطيع أن يقول كدولة أنا عندي مشاكل مع الإرهاب، عن تنظيم عنيف قوي مدعوم فاعل مركز مع سلاح مع جنود مع متفجرات مع عناصر مع فلوس دول بتدعمه إقليمية كبرى. كان ممكن يقول أن لا، هذا وقت الحرب على الإرهاب، وقت الاستقرار، لكن هذا لم يفعل. ودي عظمة هذه الحقبة وعظمة هذا الرئيس أن يحارب بيد ويبني بيد أخرى، يد تحمل السلاح
ويد تبني المثل السياسي الشهير الكبير. انا واقف عند حاجات كتير جدا، لكن انا دايما بقف عند فعلا بطولات، يعني في يوم هذا اليوم العظيم انك تقف عند بطولات الشرطه وهي بطولات كبيره ولم تنتهي بالمناسبه. صح، عندك اجهزه المعلومات بتطارد الارهاب في كل مكان في مصر وفي الاقليم كله. صح، اجهزه المعلومات ده جهد لا يراه الكثير، لا يرى احد، يعني دعك. وكويس ان انت قلت الجمله بقى في اخرها وفي المنطقه باكملها، الاجهزه المصريه شغاله في المنطقه باكملها تمشطها وتخلصها من الارهاب. مؤمنه بده، مصر مؤمنه بحرب على الارهاب ايمان كبير. ولانه يعني مصر يا استاذ يوسف كما هي رائده في الفنون وفي الثقافه وفي الرياضه في المنطقه، وهي دوله تاثير عظيمه، هي برضه حتى يعني حتى في العناصر الارهابيه برضه هي برضه عندها رياده، يعني تنظيم الارهاب ده. طبعا دايما انا اقول كده، احنا إيه؟ دايما اقول كده، احنا شطار في كل حاجه حتى طبعًا. في فلسفه الارهاب انت عندك ام كلثوم وعندك ايمن الظاهري، يعني لا، وابو يعني حمزه المصري، ويعني يلا مش عايزين نذكر هذه الاسماء لانها طبعا قتله. يعني الدوله الكبرى التي اثرت في المنطقه بفنونها وثقافتها باداء اولادها وابنائها منذ فجر التاريخ حتى اليوم يا يوسف، مصر ذات تاثير ضخم وكبير، حتى اليوم هي قادره على ان هي تستطيع ان تقف بالفعل، انك تقود المنطقه طول الوقت، منطقه تاثير، دوله تاثير. طيب، هي خلقت مصر كده دوله تاثير. خليني هسالك سؤال كمان، يعني هل لو ما كانتش مصر قامت باللي قامت بيه في 30/6 استمرارا، حتى كلمة رئيس الجمهورية هو بيقول النهاردة أقدر أقول لك سيناء خالية من الإرهاب 100%، كان ممكن المنطقة بتاعتنا، المنطقة العربية، من زي ما يتقال بالجملة الشهيرة من المحيط وحتى الخليج وأقصى الحدود العراقية، كان ممكن تشهد شكل من أشكال الاستقرار اللي بتنعم بيه الشعوب العربية الآن؟ يعني لو كنا لا قدر الله، مش هقول لك بقى وقعنا، لا، لو ما كناش خضنا هذه الحرب بمنتهى البسالة ولو ما كناش خططنا لها بالمظبوط، كان ممكن تبقى الشعوب مستقرة كيفما هي مستقرة الآن؟ انت عندما مصر ضعفت في الفترات الأولى من الفوضى الكبيرة، شوف الدول الإقليمية الكبرى اللي حابت تسيطر على المنطقة، شوف هي فين دلوقتي. لما قويت مصر وقفت على قدمين ثابتين، لا تجد قوة في المنطقة العربية سوى القوة التقليدية، القوة الكبيرة في المنطقة، وعادت المنطقة تحت سيطرة الدول العربية، الدول الكبرى. عندك المملكة العربية السعودية في الخليج، ومصر في قلب المنطقة العربية. الدول الكبرى، الدول الإقليمية التي كانت تريد أن تسيطر على المنطقة في وقت الضعف، كله ذهب أدراك الرياح عندما وقفت القاهرة ونجحت ثورة 30 يونيو، حتى أن نجاح ثورة 30 يونيو أغرى بعض البلاد الأخرى وانقلبت على الجماعات الدينية التي حكمت وسيطرت في وقت برضو وقت ضعف. وبمساعدة أجهزة مصر مصر المعلوماتية اللي هي خالصة مخلصة تريد أن تخلص هذه المنطقة من شرور هذه الجماعات الإرهابية بالفعل. يعني مصر يا أستاذ يوسف وأجهزتها يعني تريد الخير لكل المنطقة. يعني أنا مش هقول جمايل مصر على الكل لحد اللحظة، أنا هقول واجب مصر، هقول دور مصر مستمر حتى هذه اللحظة، وسيظل بالمناسبة. يعني ده دور تاريخي بالمناسبة في كل الفنون، من بدءا من المعارك على الإرهاب وتخليص المنطقة من الإرهاب، حتى كل الفنون التأثير، كل الفنون والأداب. مصر دولة ثقل ضخمة كبيرة، يعني لا وهي مقبلة أيضا، يعني لا تزال قادمة ومقبلة وتأثيرها بيكبر. أنت لما تحركت مصر يا أستاذ يوسف ونجحت في الحرب على الإرهاب، انظر إلى فين الأدوار اللي كانت بتراد للمنطقة عن الدول أن تعبث بها، أين هي هذه الدول؟ لا توجد، لأن مصر وقفت على قدمين. صح، واستطاعت أن تزود عن المنطقة بالكامل. يكفي أن الكبير وقف
وقال لا، انت مصر دلوقتي بتحاصر كل الملفات الارهابيه في كل المنطقه وتساعد جيرانها واشقائها واخواتها، مساعده الاخ للاخ من اجل ان 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 ان, أن تقف الشعوب بالمنطقه على قدمين ثابتين وان يعم الاستقرار المنطقه، لانه صحيح. لا استقرار للمنطقه في وجود الارهاب، دي قاعده مصريه يعني كبيره مؤمنه بها القاهره منذ زمن كبير يعني. صحيح، دورنا رائده في حرب الارهاب، رائده بالفعل يعني. دورنا دورنا. انا بشكرك جدا 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 على وقتك معانا في المكالمه الطويله حبتين دي، وانا عارف انك بتبقى يعني بايت تقريبا في الجورنال. كل الشكر للصديق والزميل والاخ العزيز الكاتب الصحفي احمد الخطيب، رئيس تحرير الوطن.